بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مؤشر ومرطب قوي جدا للشفايف بمكونات سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونشوف أول مكون. أول مكون موجود عندنا كلنا في البيت وهو السكر. خد كده معلقة من السكر يا بنات، طبعا تقدر تضاعف الكمية زي ما انت عايزة. هضيف ليها معلقة من زيت جوز الهند، طبعا احنا في الشتاء وزيت جوز الهند يبقى ماسك نفسه شوية زي ما احنا شايفين كده. معلقة ده يا بنات، عايزة اوريكم شكله. هو ده زيت جوز الهند اللي انا بستخدمه، ما اقدرش استغنى عنه. بعد كده هضيف لها معلقة من العسل النحل الطبيعي، معلقة من العسل يا بنات هضيفها كده على المكونات. طبعا العسل ده بيدي ترطيب للشفايف، هو جوز الهند او زيت جوز الهند رهيب. هاخد كده المكونات كده اقلبها مع بعض لحد ما يندمجوا ويبقوا خليط متماسك زي ما احنا هنشوفه دلوقتي. خلاص يا بنات انا قلبتهم مع بعض، هو ده شكله هيبقى بالشكل ده. هو ماسك شوية علشان طبعا احنا في الشتاء وزيت جوز الهند متجمد، وطبعا طالما هو متجمد على فكرة تعرفي ان ده اصلي على طول. هناخد بقى من المكونات دي كده وعلى الشفايف بتاعتنا هنبدأ نفرك فيها بحركات دائرية 5 دقايق كده، وتسيبيها كمان عليها 5 دقايق. هيديك ترطيب عالي جدا ونعومة للشفايف، وهتحس ان شفايفك بقت وردية. وبعد الماسك ده ممكن اقول لكم، بعد التقشير ده ممكن اقول لكم على ماسك حلو جدا وانا عملته قبل كده على القناة. هتجيبي معلقة من القرفة الناعمة على معلقة من العسل، هتقلبيهم كويس جدا مع بعض وهتحطهم على الشفايف، هيديكي شفايف وردية ومنفوخة احلى كمان من الفيلر بكتير، بس لو داومتي عليها. الوصفتين حلوين جدا يا بنات، بتمنى ان انتم تجربوهم وتستفيدوا منهم. اشوفكم على خير في وصفات جديدة. ما تنسيش اللايك والشير، واشوفكم على خير والسلام عليكم.